السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة طلبات تانية ثانوي. معكم ميسو محمد شعبان، وأنت على قناة فرنساوي الثانوي مع ميسو محمد شعبان. لو أنت أول مرة تشوف القناة، أنصحك تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. ولو أنت أول مرة تشوف القناة، ممكن تخش على قوائم التشغيل، هتلاقي قائمة اسمها تانية ثانوي، ادخل وشوف أي فيديو أنت عايزه. النهاردة يا شباب ميعادنا مع حل التمارين اللي على الدرس الاول من الوحده الاولى من منهج تانية ثانوي. وقبل ما نخش على طول، هنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، ويلا بينا. اول حاجه عندي في تمارين النهارده، الوثيقه بتقول: جو مابيل يوسف، انا اسمي يوسف، جي دي سيتو، انا عندي 17 سنه، جابيت اوكير، انا اسكن في القاهره، سي لا كابيتال دو ليجيبت، انها عاصمه مصر، مون كارتيه اي مودرن، الحي بتاعي يكون حديث، السابيل المعادي، هو اسمه المعادي، الي لوان دو لا جار سنترال، هو بعيد عن المحطة الرئيسية، دان مون كارتيه، في الحي بتاعي، اليا يوجد، لو بارك النزهة، يعني منتزه النزهة، دان سو بارك، في هذا المنتزه، لزونفون سو برومين توت لا جورني، الأطفال يتنزهون أو يتفسحوا يعني طول النهار. الياوسي دي بيست سيكلابل، يوجد أيضا ممرات للدراجات. إيديريبياتون، وشوارع للمشاة. مونكارتييه، الحي بتاعي. سيسبير، إنه رائع. يوسف، أول سؤال بقى، يوسف نقط، يوسف بيعمل إيه في الوثيقة دي يا شباب؟ يوسف بيوصف الحي بتاعه، ديكري سون كارتييه. السؤال الثاني، المعادي إلونوم دان كارتيه، إنه اسم حي. يوسف نوات سون كارتيه بيحبه ولا بيكرهه؟ لا، هو بيحبه جدا عشان هو قال سي سوبير، إنه رائع. السؤال رقم أربعة يا شباب بيقول: لو بارك النزهة إيه؟ يعني المنتزه اللي اسمه النزهة دوت يكون فين؟ دان لو كارتيه، المعادي، يعني في حي المعادي. الوثيقة الثانية يا شباب، موا سي لوكاس، أنا لوكاس. اجوردي، النهارده، ماردي الثلاث، لو 18 ديسمبر، 18 ديسمبر، سيمون انفيرسير، انه عيد ميلادي، جورجانيز ان فيت ديغويزي شي موا، انا انظم حفله تنكريه شي موا عندي، ا ويتير، الساعه 8 مساء، جانفيت تو مي كوبا، انا ادعو كل اصدقائي دو كلاس، اصدقائي في الفصل، روبرت اي ديغويزي انشانتير، يعني روبرت يكون متنكر في مغني، توماس ام لا كويزين، توماس بيحب المطبخ، الي ديغويزي اون كويزينيه، متنكر في زي طباخ، اليكس اي ديغويزي اون بيلوت، متنكر في زي طيار، سيلين سي ديغويز اون انفيرميير، وسيلين متنكره في زي ممرضه، ماري اي ديغويزي اون ميديسا، ماري تكون متنكره في زي طبيبه، موا مي موا، لكن انا سيتين سيربريز، انها مفاجاه. اول سؤال بيقول: لا فيت دانفيرسير دي لوكاس اي ماردي لو 18 ديسمبر، 18 ديسمبر، لوكاس انفيت سي كوبا، يدعو اصدقائه، توماس يكون متنكر في ايه يا شباب؟ في طباخ، لوكاس ديكري بيوصف مين هنا في المقاله ديت؟ بيوصف الزي التنكري بتاع المدعوين. الوثيقه الثالثه يا شباب، سالو سلام، جوما بيل ساندرا، انا اسمي ساندرا، جابيت دان زون جراند كارتيه، يعني انا اسكن في حي كبير، دون مون كارتيه، في الحي بتاعي، اليا ان كافيه، يوجد مقهى، ان كليب اي ان ليسي، نادي ومدرسه ثانويه، النيابا دي سينما، لا يوجد سينما، با دي تياتر، ولا مسرح، جوفي او سينما اون سونتر فيل شاك فوندردي اون بيس، انا اذهب الى السينما في وسط المدينه كل جمعه في الاتوبيس، مي لكن جوفي امون ليسي ابي، انا بروح مدرستي سيرا على الاقدام، ابي يعني سيرا على الاقدام. ساندرا ديكري، ساندرا بتوصف مين؟ بتوصف الحي بتاعها، سون كارتيه، دانسو كارتيه، في هذا الحي لا يوجد ايه يا شباب؟ لا يوجد تياتر. ساندرا فاو ليسي، بتروح المدرسه سيرا على الاقدام. ساندرا فاو سينما بارسمين، يعني بارسمين يعني اسبوعيا، كم مره اسبوعيا بتروح؟ كم مره؟ هي قالت كل جمعه، يعني مره في الاسبوع، يعني ان فو. الوثيقه اللي بعد كده يا شباب، الوثيقه الرابعه، بتقول: سالو لوك، سلام يا لوك، جابيت دون زون جراند كارتيه، انا اسكن في حي كبير، السابيل النزهه، هو اسمه النزهه، دان مون كارتيه، اليا ان كليب، يعني في الحي بتاعي يوجد نادي، دي ريسترو، مطاعم، انوبيتال،
مستشفى ان سينما مي اليابادس ميزي يعني، لكن لا يوجد متحف. مونيكول مدرستي ابريدي ما ميزون بعيدة عن بيتي. جوفيا لكل ابيي قريبة من بيتي، بريدي يعني قريبة من بيتي. جوفيا لكل ابيي انا بروح المدرسة سيرا على الاقدام. اليكول في المدرسة جادور، انا اعشق لو فرونسي الفرنساوي. مي جيرو تسليمات وبكره الرياضيات. جي بوكو دي سي بريكوبا يعني انا عندي كثير من اصدقاء المراسلة. نوز ادورو شاتي سير انترنت يعني نحن نعشق الدردشة على النت. نو بارلو دي نو الوزير، نحن بنتحدث عن اوقات فراغنا. فيكتور اللي كاتب الكلام ده. اول سؤال بيقول فيكتور ديكري، فيكتور بيوصف الحي بتاعه. فيكتور فا يذهب الى مدرسته، بيروح على مدرسته سيرا على الاقدام. فيكتور ديتيست، فيكتور بيكره ايه يا شباب؟ الرياضيات. ده لو كارتيه النزهة، النيابة في حي النزهة ده مفيش ايه؟ مفيش متحف. الوثيقة الخامسة يا شباب، سالو ساندرا وسيلين بيتكلموا مع بعض. ساندرا بتقول سالو سلام، جو تنفيت امون انفرسير شي موا، انا ادعوكي الى عيد ميلادي في بيتي. شي موا يعني في بيتي. تو انفيت كي، انت دعيتي مين؟ توت ميزامي كل صديقاتي. سيكوند هذا متى اللي هو عيد الميلاد؟ سامودي السبت. سي سي مي يعني 6/5. ستير دي سوار 6 مايو الساعة 7 مساء. قالت لها ايه؟ تو في ان في ديجويزي، انت عاملة حفلة تنكرية؟ قالت لها بيان سير بكل تأكيد. جو مي ديجويز اون انفيرميير، انا اتنكر في زي ممرضة. اي ما سير هيلين اي ديجويزي اون كويزينيير، واختي هيلين تتنكر في طباخة. قالت لها داكور جو مي ديجويز اون ميديسان، انا سوف اتنكر في زي طبيبة. بون انيفرسير، عيد ميلاد سعيد. اول سؤال يا شباب، يا شباب بيقول لانفرسير دي ساندرا سي يعني عيد ميلاد ساندرا ده يكون امتى؟ يوم كام؟ 6 مايو يعني سي مي. ساندرا فيت سون انيفرسير افيك سيزامي يعني مع اصدقاء مع صديقاتها. السؤال التالت، لافيت اي نوت، الحفلة هتكون فين يا شباب؟ الحفلة هتكون في بيت ساندرا. قالت لها، هي قالت لها شي موا يعني عندي. صح وغلط بقى، بيقول لك مي ضع فري او فو، صح وغلط دي فو شاك فراز امام كل جملة. لانفرسير دي ساندرا اي يعني عيد ميلاد ساندرا يكون ديسني فير يعني الساعة 19. 19 دي يا شباب يعني الساعة 7 مساء. 19 نطرح منها 12 تطلع الساعة كام بالظبط؟ الساعة 7 مساء، فدي إجابة صحيحة. سيلين سي ديجويز اون كويزينيير، هل سيلين ستتنكر في زي طباخة؟ طبعا غلط، هي قالت هتتنكر في زي طبيبة. السؤال الثالث، هيلين اي لا سير دي سيلين، هيلين هي اخت سيلين؟ لا هي مش اخت سيلين، هي اخت ساندرا، يبقى ديت كمان غلط. نيجي بقى يا شباب ليه اسئلة المواقف. اول موقف بيقول تونامي تو دوموند يعني صديقك بيسألك بوركوا لماذا؟ تو اي دي بوفيزي مير، انت تكون في مزاج سيء. كيسك تو دي، انت تقول ايه؟ لماذا انت مزاجك وحش يا حبيبي؟ هتقول له ايه؟ هتقول له جي سوي اون ريتارد، انا متأخر. تون بوتي فرير تو دوموند يعني اخوك الصغير بيسألك او بيطلب منك لير الساعة. كيسك تو دي، ماذا انت تقول؟ هتقول له الساعة كام؟ اللي ويتير يعني الساعة 8 مساء. تون كامراد تو ديموند، صديقك بيسألك. تون ادريس، عنوانك. كيسكيل دي، ماذا هو يقول؟ بيسألك عن عنوانك، هيقول لك او ابيتو، اين انت تسكن. السؤال الرابع يا شباب بيقول بورد كرير لافيت دي جويزي، لكي تصف الحفلة التنكرية بتاعت صديقك كيسك تو دي، ماذا انت تقول؟ لافيت اي سوبر، الحفلة تكون رائعة. تونامي تو دومون، صديقك بيسألك تادات دانيسونس يعني تاريخ ميلادك. كيسك تو دي، ماذا انت تقول؟ هتقول جو سوي ني لو دي جوا يعني انا اتولدت يوم 10 يوليو. رقم 6، تو دوموند ا تونامي كومون ايل سو دو بلاسون فيل، انت تسأل صديقك كيف هو يتنقل في المدينة. كيسكيل دي، ماذا هو يقول؟ جو مو دو بلاس اون فواتير، انا اتنقل بالسيارة.
تو انفيت ان كوبا اين فيت، يعني انت بتدعو صديق لحفله. كيسكو تي دي، ماذا انت تقول؟ هتقول ايه؟ جو تنفيت، انا ادعوك اما فيت دانفرسير الى حفله عيد ميلادي. رقم 8 يا شباب، تو ديكري تون كارتيه، انت بتوصف الحي بتاعك اتون كوبا الى صديقك. كيسكو تو دي، ماذا انت تقول؟ هتقول له دان مون كارتيه اليا اون كليب اي ان سينما، يعني في الحي بتاعي يوجد نادي ويوجد سينما. رقم 9 يا شباب، تو انديك ان توريست لليو دو ميزي، يعني انت تبين الى سائح مكان المتحف. انت هتقول له ايه؟ المتحف يكون خلف المحط، يبقى دي الإجابة الصحيحة. رقم 10، تو دوموند تو نامي سوندج ويز مو، أنت بتسأل صديقك زي تنكري. كيسكيل دي، ماذا هو يقول؟ هيقول أنا أتنكر في زي محامي. المجموعة التانية يا شباب، أول سؤال فيها بيقول تون كامراد تو دوموند، صديقك بيسألك أو إي تاميزو، يعني أين يكون منزلك؟ كيسكو تي دي، ماذا أنت تقول؟ هتقول له سي كاتريري دي فلير، يعني انه 4 شارع الزهور. تو دو موند ان كوبا، انت بتسال صديق كومو الفا او بارك، كيف هو يذهب الى المنتزه. كيسكيل دي، ماذا هو يقول؟ هيقول جوفي او بارك اون فواتير، انا بروح بالسياره. رقم 3، تو دو موند اتون بير، انت بتسال والدك لوفو تري كولور، إشارة المرور سيكوا، تكون ماذا؟ كيسكيل دي، ماذا هو يقول؟ هيقول إيه؟ ستان فو دي تروا كولير، إنها إشارة من 3 ألوان. الموقف الرابع يا شباب بيقول بورد مونديا تون بير، لكي تطلب من والدك لامبلسمون دي لافواتير، مكان السيارة. كيسكو تي دي، ماذا أنت تقول؟ بنسأل عن المكان بأين؟ أوي لافواتير، أو تكون سيتون كوبا كيفو ألي أوليسي، أنت تنصح صديقك الذي يريد أن يذهب إلى المدرسة بالدراجة. كيسكو تو دي، هتقول له إيه؟ هتقول له إيه؟ برون لا بيستيسكلابل، يعني خذ طريق ممر طريق الدراجات بيستيسكلابل. تو أكسبت الانفيتاسيون، أنت موافق لدعوة دو تون بي تون أمي، موافق على دعوة صديقك، ماذا أنت تقول؟ هتقول إيه؟ بوركوابا، نخلي بالنا من بوركوابا ديت عشان في ناس ما تعرفش ان هي بتدل على الموافقه. بوركوابا يعني لماذا لا، زي ما انا اقول لك مثلا ما تيجي نروح النادي، تقول ايه؟ قولي لا، يلا يا عم كده يعني، تمام. بوركوابا افيك بليزير، بكل سرور. توت انفورم السير لوتيم دلافيت، انت بتستعلم عن لوتيم، يعني موضوع الحفله، تمام. ماذا انت تقول؟ هتقول ايه؟ كيلي لوتيم دلافيت، ما هو موضوع الحفله. تنكوبات دو موندا كريتاج تو ابيت، صديقك بيسالك في اي طابق انت تسكن، ماذا انت تقول؟ هتقول جابيت او دوزيام ايتاج، انا بسكن في الطابق الثاني. الموقف رقم 9 يا شباب، تون بوتي فرير اخوك الصغير بيسالك او اين لي بياتون مارش، المشاه يمشون. كيسكو تو دي، ماذا انت تقول؟ هتقول ايه؟ المارش سير لو تروتوار، هم بيمشوا على الرصيف. تو فيليسيت تونامي، انت بتهني تهنئ صديقك بمناسبة عيد ميلاده. كيسكو تو دي، ماذا انت تقول؟ بون انيفرسير، عيد ميلاد سعيد. رقم 11 يا شباب، تونامي تو دوموند لليو دلافيت، يعني صديقك بيسألك عن مكان الحفلة، هتقول وي لافيت، او هو هيقول وي لافيت، اين تكون الحفلة. المواقف اللي خاصه بطلبه المعاهد الازهريه يا شباب، اول موقف بيقول تو دوموند اتونامي بوركوا الي اون ريتارد، يعني انت بتسال صديقك لماذا هو متاخر، هيقول جي سوي بيردي، انا تهت. تو انفيت تون كوبا افيتي تون انفرسير، يعني انت بتدعو صديقك للاحتفال بعيد ميلادك، انت تقول، هتقول له ايه؟ هتقول له جو تاتون شي موا، انا انتظرك عندي. رقم 3 شباب، بيقول لك تونامي تو دوموند، يعني صديقك بيسالك لليو دي لافيت، يعني مكان الحفله، هو هيقول وي لافيت، اين الحفله. تون بوتي فرير اخوك الصغير بيسالك كومون تو ترو كومون تو ترافيرس لاري، كيف انت تعبر الشارع. تو دي، انت هتقول له ايه؟ بتعبر الشارع، خلي بالك،
تمام. جو مارش سي لا باس لو باساج بيتون، بمشي على ممر المشاة. تدموند اتوناميس ندرس، انت بتسأل صديقه عن عنوانه. الدي هو هيقول جابيت سان كري دي لاجار، انا بسكن في 5 شارع المحطة. رقم 6 يا شباب، لكي تصف تون كارتيه الحي بتاعك هتقول ايه؟ مون كارتيه اي كالم، يكون هادئ. تدموند عن كوبا كومون تيلفا او بارك، كيف هو يذهب الى المنتزه؟ الدي هو هيقول جبرون لويس، انا بركب الاتوبيس. تدمون دا تونامي دي كرير سون كارتيه، انت بتطلب من صديقك ان هو يوصف الحي بتاعه. تو دي انت هتقول، انت تسأل انت تقول، يبقى كومو اي تون كارتيه، يبقى سؤال كيف يكون الحي بتاعك. تو عندك ان باسو لوليو دي لاجار، انت تبين لاحد المرة مكان المحطة، انت هتقول، انت اللي هتقول الي بريديك بارك، انها قريبة من المنتزه. رقم 10 تون اكسبت با، انت لا توافق لانفيتاسيون دعوة صديقك. تو دي انت هتقول باردون مون بير اي مالاد، اسف ابي يكون مريض. تون كاميرات تو ديموند، صديقك بيسألك كومو تو تو بلاس، كيف انت تتنقل اون فيل في المدينة، انت هتقول ايه؟ جبران لوبيس، انا بركب الاوتوبيس. نيجي بقى يا شباب ليه اسئله الجرامير واسئله القواعد، عايزين نركز فيها بقى يا شباب عشان بيبقى فيها اسئله محتاجه تفكير شويه. نبدا كده باول مجموعه عندي، نو ونقط، يبقى نو ايه؟ نو مارشو، دي سهله تصريفات عادي يعني. لافيت نقط هتبقى كومونس، لان لافيت ده اسم مفرد يعامل معامله الضمير ال، فهناخد الفعل متصرف في المجموعه الاولى اخره او. كيسكو فو؟ بريني، مع الفو فيرب بروندر بيبقى بريني. لا فواتير تورن، ماسير بتساوي ال، والال بيبقى بروندر معاها بالشكل ده، فو تورني. بعد كده يا شباب السؤال رقم 7، بورالا لابوست اون تورن، الضمير اون بيساوي الضمير ال. نو برينو ال افيك اس فون جو ترافيرس، تصريفات الافعال يا شباب مفيش اسهل منها. المجموعه الثانيه يا شباب، تو نقط لو مترو، تو هتبقى برون اخرها اس، il avec s هتبقى اخرها او ان تي. nous allons، il avec s برضه هتبقى اخرها او ان تي. جو نوات لا بريمير ا دروات، مع جو فيرب بروندر بيبقى اخره اس. لي بياتون مارش اخرها او ان تي. دينا ترافيرس، طبعا دينا اللي بتساوي ال في التصريف يبقى اخره او مع ترافيرسي. لي بياتون جمع، اسم جمع يبقى اخرها او ان تي مع فيرب افونسي. لوبيس هتبقى اخرها او. سي فاسيل مسيو، هذا سهل يا سيدي. فو نوات تو دروات، فو زالي، مع الفو علي. المجموعه الثالثه يا شباب، لا فواتير اي نوات لي دوبيس، السياره تكون بين، اكيد طبعا الاثنين اتوبيس يبقى بين يعني اونتر. لو سكوتر اي نوات بيس، بيس هنا مفيش قبله محدد، تمام. عايزين نقول السكوتر يكون ايه؟ على الاتوبيس، اكيد لا طبعا، قريب من الاتوبيس دي تنفع اكيد. ديفون بيس، امام الاتوبيس، هي ديفون بيس تنفع كمعنى، لكن كقاعده طالما ما فيش هنا لو، طالما ما فيش هنا لو ما ينفعش معايا ديفون، تمام. لازم ديفون هيجي بعدها محدد. طب اونتر تنفع بين الاتوبيس؟ لا ما تنفعش، يبقى اللي ينفع معايا ايه يا شباب؟ برودو، قريب من. لو بارك اي نوات تياتر، تياتر مفيش قبلها محدد، تمام، يبقى ما ينفعش ديفو وما ينفعش سير. حروف الجر البسيطه يا شباب، اللي ما شافش الفيديو بتاع شرح القواعد يتفرج عليه هيستفيد جدا عشان يعرف احنا بنقول ايه. لو بارك ايه نوات ودريير برضه بيجي بعدها محدد فما تنفعش، يبقى هي على طول اكوتي دو. لو شيا ايه نوات لابورت، هنا في محدد يبقى حرف جر بسيط، بسيط يعني ايه بقى؟ الكلب يكون نقط الباب، بين الباب ما تنفعش، خلف الباب تنفع. اجوش، اجوش ما بيجيش في نص الجمله الا لما يكون معاها دو. ادروات برضو نفس الفكره، يبقى هي خلف الباب. لو سينما اي نقط لوميزي الاستاد، بين المتحف والاستاد طبعا يبقى اونتر. لو ليسي اي نقط لو بانك، المدرسه تكون البنك، تحت البنك ما تنفعش، بجوار البنك ناقصها الدو، لو معاها الدو تنفع. بري دو برضو ناقصها الدو، يبقى ديفو امامه. لي فواتير سو نوات لاري، السيارات تكون ايه بالنسبه للشارع؟ هتكون ايه؟
دون يعني داخل الشارع، في الشارع يعني. السؤال رقم 8 يا شباب، لا بوست ايه نوت البوست تكون بين الايه المنتزه والمدرسة، يبقى انتر مون كارتيي اليا دي زيكول دون يعني في. لو تابلو ايه السبورة تكون امام التلاميذ، ديفون تمام، ديفون التلاميذ يعني امام التلاميذ. المجموعة الرابعة يا شباب، لوستاد اي لوان نوات رومبوا، رومبوا ديت اللي هي الصينية وهي كلمة مفرد مذكر، فناخد هنا دو او. لا فواتير اي تا كوتي دو ميزي، ميزي مذكر تاخد دي يو برضو. لونيل اي بري بلاس تهرير دولا بلاس مؤنث تاخد دولا، وهنا تاخد دو الا بصرف عشان ايكول بتبدأ بمتحرك. وفواتير مؤنث هتاخد دولا، بيست سيكلابل برضو مؤنث هتاخد دولا، ميزو مؤنث هتاخد دولا، اتوبيس هتاخد ايه يا شباب، هتاخد دو الا ابوستروف عشان بتبدأ بمتحرك. استاد مذكر فهتاخد دو او، جار مؤنث هتاخد دولا. المجموعة الخامسة يا شباب، لا جار اي اونتر لو ميزي، المحطة تكون بين المتحف والبوستة، ويعني ايه ايه اللي هي دي اسمها ايه. توندج ويز موسي، التنكر بتاعك يكون سيكوا يكون ماذا، طبعا طبعا كو يعني ماذا بس ما بتجيش في الاخر، كو هي اللي بتيجي في النص او في الاخر. النيابة نوات فواتير او جراج، لا يوجد سيارات في الجراج، طبعا دي جملة منفية تمام، فالدي او اس هتتحول الى تبقى دي او. لادريس ايه نوات لانفيتاسيو، سير على الدعوة، العنوان يكون على الدعوة. سارة اموا نوات فا اليكول، عايزين ناخد ضمير يديني معنى نحن ويكون متصرف مع الايل، عشان هنا فا فا ده متصرف مع الايل، ايل فا يبقى هو مفيش غير اون. جابيت او نيميرو يبقى الرقم، نيميرو بياخد او لانه مفرد مذكر. نوزالو لسي اويتير، الساعه يا شباب بتاخد حرف الجر او، اويتير اسيتير اي ساعه تاخد حرف الجر او. طيب السؤال رقم او المجموعه السادسه، ليو اي موا، ليو انا، نو نقط، نو اي نو مارشو اخرها اونس. سي في افونس نوات لو بارك، افونس فير تتقدم نحو المنتزه. لوغار ابري دو ميزي، ميزي مذكر تاخد دو يو. اوي لا فيت، اين تكون الحفله. فوزيت نوات مدام، نركز هنا يا شباب، هنا مع الفو متصرف الفعل، طبعا هنا الفو للاحترام. مدام ديت مفرد مؤنث فهناخد لها صفه مفرد مؤنث تمام، محدش يقول لي ده جامع المفروض ان يبقى جامع، لا الكلام عائد على المدام، والمدام دي مفرد مؤنث فناخد او اخرها او. كاليتون ديجويزمو مفرد مذكر، سينوات سكوتير، سكوتير اللي هو الموتوسيكل اللي عامل زي الموتوسيكل ده السكوتر وهو مذكر. لافيت اي نوات سيتير دسوار، قلنا ان الساعه بتاخد اه. لاجي لاجار اي اي تكون ايه، ادروات، ادروات يعني على اليمين. اجوش وادروات دول وبري والوندي بييجوا في اخر الجمله من غير الدو، ينفع ييجوا في اخر الجمله من غير الدو بس شرط ان هم يكونوا في اخر الجمله. جو مي دو بلاس ابيي، سيرا على الاقدام. المجموعه السابعه يا شباب، اول سؤال فيها بيقول اون فا اوستاد، طبعا ده على ادوات الاستفهام. اون فا اوستاد فهناخد اداه استفهام ايه، كومو كيف نحن نذهب الى الاستاد. ايه لافيت هتبقى كومو ايه لافيت، كيف تكون الحفله يعني وصفها لي. اير مفرد مؤنث فهتاخد كل. ايه تون ليفر يكون كتابك، هتبقى او اين. كومون سي لافيت تبدا الحفله في اي ساعه. فاتو الا جار هتبقى كومو، كيف انت تذهب الى المحطه. ايه سو كادون هذه تكون هذه الهديه، ممكن نقول ايه اكي يعني الى من، انما كو يعني ماذا، كي يعني من. فاتو بور بروندر لوبيس، انت تذهب لكي تركب الاوتوبيس. او اين انت تذهب، بروح المحطة. فاتو الوبيتال، انت تذهب الى المستشفى. بوركوا لماذا. ايه دي جويزي اون بيلوت، هنقول ايه كي، مفيش فاعل في الجملة هنا يبقى بنسأل عن الفاعل بكي، من تنكر او يتنكر فيه، او من يكون متنكر فيه زي طيار. السؤال رقم 8 والمجموعة 8، نوت ايتون دي جويزمو هيبقى
كالي كالي عشان كلمة دي جوزمو مذكر. تو اني انت ولدت هتبقى كونت. بيرسون سون على فيت. كومبيان دي بيرسون كم عدد بتسأل عن الأعداد. كومبيان دي بيرسون بتسأل عن الأعداد. وكومبيان دو الدو بتاعتها لازم يجي بعدها كلمة جمع والدو بتاعتها لا تتأثر بما بعدها. بدلناها دي او زي ما هي او دي ابوستروف بس، لكن ما بتتحولش بتبقى دي او اس ولا دي يو ولا الكلام ده. رقم أربعة، اي تون كارتيه كومو يعني كيف، يعني وصف لي الحي بتاعك. فوز ابيتي انت تسكن، اين انت تسكن. اليا دان تون كارتيه كيس كيليا ماذا يوجد. اليفو انت ذاهب هتبقى او اين. لو ماتش كومون سا كيلير في اي ساعه. لا فيت دي دي فيكتوار اي نوت كونت تكون متى، حفله فيكتوار امتى. لوبيتال سي 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 اي سي او تكون اين، سي تو. المجموعة التاسعة يا شباب الخاصة بطلاب المعاهد الأزهرية، كالبوس كالبوستو برون مع التو بتبقى ايه، برون. لولي سي اي بري نوت ماميزو، خلي بالك هنا في ما يبقى الدو ما تتغيرش، طالما في حاجة فصلت بين الاسم والدو الدو لا تتأثر تبقى دو زي ما هي. توندج ويزمو سي كوا يكون ماذا. سارة انفيت سي زامي افيتي نوت انفرسير، عايز اقول عيد ميلادها. انفرسير دي كلمة ايه، مذكر تمام، تاخد سون. السؤال الخامس يا شباب، نقط ايه توندج ويزمو هتبقى كل المذكر المفرد. لو ريستورون ايه نقط لاجار يكون نقط لاجار، طبعا هنا في إيه لا يبقى ناخد دون ديفون يعني امامه. لي بياتون نقط سور لو تروتوار طبعا هنا اسم جمع فيعمل معاملة الضمير إل أفيك أس فياخد مارش آخرها أو إن تي. أ كيلير عشان إير مؤنث. الأبيت لوان نوت مجازا دي أو إس عشان كلمة مجازا جمع، هو يسكن بعيد عن المحلات. لكي تذهب إلى البوسطة أون نوت أجوش، أون بيساوي الإل في التصريف يبقى تورن. لوبرا إي نوت لو سينما إي لو كليب بين، تكون بين السينما والنادي. رقم 12 يا شباب، ميشيل ابيت نوت بارك اكوتي دو يعني بجوار، ما ينفعش ديفو ولا انتر، ديفو عشان ما فيش هنا محدد اداه معرفه او صفه ملكيه او صفه اشاره. لوتوبيس اي تاغوشي دو بياتون، بياتون جامع تاخد دي او اس. نوزا فونسون مونكوبا اي بردي، صفه لكلمه مونكوبا مفرد مذكر. نو برينو نوت لوكور كومونس، الحصة تبدأ يبقى ايه اكالير في اي ساعة. السؤال رقم 18، ما في نوت سي نوت بعد المصطلح سي يا شباب. هنا خلي بالك ما في ديت مفرد مؤنث، بس بعد المصطلح سي لازم تأتي الصفة مفرد مذكر، نركز في الحتة دي. يبقى هنا اختار ايه يا شباب، دي مؤنث ودي مؤنث، يبقى اخد سوبر بتنفع مؤنث وبتنفع مذكر. وبكده يا شباب الحمد لله نكون خلصنا حل الجزء ده من التمارين تمام. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم، لا تبخل ان تضع لايك للفيديو وتشير لكل اصحابك عشان الكل يستفيد، فالدل على الخير كفاعله، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وانتظرونا في الفيديو القادم ان شاء الله عن حل بقيه التمارين ان شاء الله، والسلام عليكم.